السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، في نهاية هذا الدرس سوف نتمكن من معرفة أنواع الزوايا. الزاوية القائمة والزاوية المستقيمة، الزاوية الحادة، ثم الزاوية المنفردة. ما هي الزاوية القائمة؟ الزاوية القائمة هي الزاوية التي أحد أضلاعها عمودي على الضلع الآخر. نعم، ويكون قياسها 90 درجة. جميل. ما هي الزاوية المستقيمة؟ الزاوية المستقيمة هي الزاوية التي يشكل ضلعها خطاً مستقيماً. بالطبع، ويكون قياسها 180 درجة. جيد. ماذا عن الزاوية الحادة؟ الزاوية الحادة هي الزاوية الأصغر من الزاوية القائمة. صحيح، وقياسها أصغر من 90 درجة. جميل. ماذا عن الزاوية المنفرجة؟ الزاوية المنفرجة هي الزاوية الأكبر من الزاوية القائمة والأصغر من الزاوية المستقيمة. نعم، ويكون قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة. جيد. والآن نمر إلى مرحلة أخرى نستثمر من خلالها ما اكتسبناه من معارف ومهارات. لننظر إلى هذا الشكل الهندسي. هل توجد زاوية قائمة في هذا الشكل؟ نعم، توجد زاوية قائمة في النافذة. هيا لنسمي هذه الزاوية بـ A أو B ونقيسها باستعمال المنقلة. أثبت مركز المنقلة على الرأس O وأتأكد أن العدد 0 يوجد على الضلع O. ثم أنظر إلى القياس الداخلي للمنقلة. إذن قياس الزاوية AOB يساوي 90 درجة. جيد. هل توجد زاوية حادة في هذا الشكل؟ نعم، توجد زاوية حادة في سقف البيت. هيا لنسمي هذه الزاوية بـ EF ونقيسها باستعمال المنقلة. أثبت مركز المنقلة على الرأس E كما تشاهدون. نستنتج أن قياس الزاوية EF هو 30 درجة. قياس الزاوية الحادة أصغر من 90 درجة لأنها أصغر من الزاوية القائمة. أحسنت. هل توجد زاوية مستقيمة في هذا الشكل الهندسي؟ نعم، توجد زاوية مستقيمة في سقف هذا البيت. هيا نسمي هذه الزاوية بMGN ونقيسها باستعمال المنقلة. أثبت مركز المنقلة على النقطة G رأس الزاوية MGN كما تشاهدون. إذن قياس الزاوية المستقيمة يساوي 180 درجة. جميل.
هل توجد زاوية منفرجة في هذا الشكل؟ نعم، توجد زاوية منفرجة في سقف البيت. هيا نسمي هذه الزاوية بـ M بـN ونقيسها باستعمال المنقلة. أثبت مركز المنقلة على النقطة B رأس الزاوية M بـN. قياس هذه الزاوية هو 120 درجة، وهو أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة. جيد. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.